السؤال هذا الثاني. والثاني السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للرسائل، إذا كان يراسلها رسائل نصية بحيث أنه يقول مثلا أنت طالق أو طلقتك، وهو لا يقصد، أحيانا لا يقصد الطلاق في نيته، أو قد يكون من باب الغضب، هل يقع الطلاق يا شيخ؟ شكرا يا عبد الله، شكرا لك، بارك الله فيكم. يقول احيانا ارسل لها رسائل نصيه في الجوال، انت طالق، انت، من باب التهديد فقط، هل يقع هذا الطلاق؟ هذا تراجع المحكمه يا اخي، المحكمه، القاضي في المحكمه، او تاتي لدار الافتاء في الرياض وتلقي سؤالك، تجد الجواب ان شاء الله. نعم.